ومعنا عبر الهاتف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. سيد عبد اللطيف، مرحبا بكم معنا على شاشة العربية. بداية نريد أن نعرف منكم تفاصيل أكثر حول الاتفاق الذي أعلن عنه أمس مع إسرائيل لو سمحتم. مساء الخير ومسي على المشاهدين الكرام. حقيقة في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ولا بد لي في البداية أن أهنئ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على رؤيته الحكيمة وقراره الشجاع والتاريخي بإعلان تأييد السلام بمملكة البحرين ودولة إسرائيل بعد المكالمة الهاتفية اللي جرت يوم أمس مثل ما تعرفين بين جلالته والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وأيضا أهن شعب البحرين الكريم على تأييده وإيمانه وقناعته بأن السلام هو خيار استراتيجي للأمة. فرؤية حقيقة جلالة الملك المفدى تنطلق من إيمان راسخ بالتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب. سيد عبد اللطيف، تقولون بأن السلام خيار استراتيجي للأمة، اليوم كيف تردون على منتقدي هذا الاتفاق واتفاق هذا السلام وكل من يوقع على اتفاقات يتم مهاجمته من قبل البعض؟ ماذا تقولون لهم وكيف تردون على التصريحات الإيرانية بهذا الشأن؟ حقيقة في كل شيء سياسي هناك يعني معارضون وهناك مؤيدون، وهذه طبيعة الحياة السياسية. ولكن مملكة البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية. نعم. ومصالحها الأمنية العليا ورؤيتها الاستراتيجية. أما فيما يخص التصريحات الإيرانية فهذه حقيقة متوقعة، وظلت إيران سنوات تدعي نصرة فلسطين لكنها لم تفعل شيء، إنما بالعكس تسعى إلى زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الداخلي للدول العربية وتسليح ودعم الميليشيات الإرهابية، ولا تدعو إلى السلام والتعايش مع الآخرين، التعايش السلمي. سيد عبد اللطيف، احنا ماضيين على 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 طريق السلام وهذا خيارنا الاستراتيجي. سيد عبد اللطيف، قبل قليل أعلننا عبر شاشة العربية وفي خبر عاجل عن اتصال هاتفي بينكم وبين وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، هل من تفاصيل أوفى حيال هذا الاتصال؟ ما الذي جرى بينكما؟ والله حقيقة كان اتصال لتبادل التهنئة بالنسبة إلى ما نحن بصدد التوقيع عليه، وأيضا أكدنا في أهمية أن يكون هذا الاتفاق اتفاق لتحقيق الاستقرار والازدهار، وأنه هو يخدم أيضا الحل السياسي للقضية الفلسطينية. وبينا لأن احنا رايحين نعمل جاهدين لتحقيق السلام في المنطقة. يعني حقيقة ندين ترى شعوب المنطقة عانت ويلات الصراعات وعانت ويلات الحروب والدمار، والقضية موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأكدنا عليه أن حل الدولتين هو الخيار، وأن مواقف مملكة البحرين دائما ثابتة في هذا الاتجاه. نعم. سيد عبد اللطيف، البحرين كانت استضافت العام الماضي المؤتمر السلام من أجل الازدهار، هل من الممكن أن تشهد دولة البحرين دور محوري في هذا الشأن، أن يكون هناك ربما مؤتمرات حديث عن مؤتمرات محاولات لجمع الأفرقاء وجمع الفلسطينيين والإسرائيليين في مؤتمرات مقبلة؟ حقيقة احنا الهدف السامي هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن وخلق فرصة ووضع أمل للتنمية والازدهار لشعوب المنطقة. نعم. فكل أي اتجاه وأي توجه أي مؤتمر يختم في هذا
الجانب، فإحنا حقيقة رايحين ندعمه لأن خيارنا استراتيجي للسلام. فالورشة اللي تحدثت عنها بس كان بالفعل كان هذه القصد منها، كان القصد منها وضع أمل بأن السلام والاستقرار والأمن والازدهار هم أمور ما تنفصل عن بعضها. فإذا حققنا السلام راح نحقق الازدهار لكافة الشعوب المنطقة. كانت هذه هي الرسالة، فهي لننظر ما خلف الأفق، لنعمل كلنا على إنقاذ الشرق الأوسط من الوضع اللي الآن هو فيه. هذه هي خيار جلالة الملك، وهذا هو خيار الأمة البحرينية، الشعب البحريني. نريد أن نصل إلى شرق أوسط مستقل، الشعوب تتعايش فيما بينها وتعمل على بناء شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر. طيب طالما السيد عبد اللطيف هناك إجماع على السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، هل من دول عربية منتظرة ستنضم إلى البحرين والإمارات بالتوقيع مع اتفاقات سلام مع إسرائيل؟ والله حقيقة سلمت أن الدول لها سيادتها وقراراتها وتبنيها بناء على ثوابتها ومصالحها العليا. فنأمل بأن الجميع يسعى إلى السلام، ونأمل بأن بالفعل القضية الفلسطينية، لأن هي المحور الأساسي لتحقيق السلام، أن تحل وأن تحل. وهذا ما راح نسعى له في كافة المحافل، سعت له مملكة البحرين في السابق، ولن ننوب بأن احنا نقدم كافة الدعم للوصول إلى حل عادل شامل للقضية الفلسطينية، ينال به الشعب الفلسطيني ما يستحقه من أمن واستقرار وعيش كريم. سيد عبد اللطيف، الخامس عشر حقيقة ثوابتنا مبنية على حل الدولتين. هذه ثابت. يوم 15 من سبتمبر حفل التوقيع مع الإمارات في البيت الأبيض، من سيمثل البحرين هناك؟ حقيقة شرفني جلالة الملك الله يطول عمره بتمثيل مملكة البحرين في هذا الحدث التاريخي والتوقيع على إعلان تأييد السلام. أنا أشكرك جزيل الشكر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، شكرا جزيلا لكم.